mon intervention donc aussi sur la production scientifique du Maroc comparée à celle de l'Algérie et la Tunisie, les trois pays cœur du grand Maghreb, en se basant sur le scopus, le scopus de la science direct, le mot-clé d'IALA, en tant qu'université marocaine. J'aime les universités marocaines, elles ont free access aux sciences directes pour télécharger les PDF, les articles, papers, de laquelle la SFDN a. Pour l'autre, les gens qui ont fait free access, ils ont fait la recherche au Maroc. Depuis 2005, à la suite du départementaire, l'idée de l'Hukouma, j'ai des ingénieurs, des professeurs compétents, qui ont fait la recherche scientifique au Maroc. D'autant plus, هذه التعليلات اللي كنشوفوها ديال الناس ديال الماستر وديال الدكتور ديال الدكتوراه حتى هي كذلك كتزيد واحد النقطه سوداء في المجتمع المغربي ديالنا كنقولوا واش هذه المسؤوليه ديالنا سنقاص ديالو في البحر الدافي يسهل يقول الشافعي رحمة الله عليه من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. لأن إحنا عندنا المشكلة ديالنا في القراءة. C'est ce qu'on va voir tout de suite. البحث العلمي عنده واحد دور استراتيجي. لكل دولة وكيمثل واحد المحرك بالنسبة للدولة وهو شكل من أشكال السيادة إنه الحياة الدولة اللي ما كانت تهتمش بلا ريسيرش ساينتيفيك ماشي هي اليوم جدون ليكزومبل ديال لاغوريب دي سي اللي الأغلبية تدخل الدار ديالك واحد المجموعة ديال لي زاباغي تلفزيون بورتابل واحد مجموعة ديال الحوايج لابوغيفيسيل عندها لو طو ديال لافابيتيزاسيون ديال الناس المتعلمين 99% لو بي اي بي دخل ديال كل فرد هي 24000 دولار في 2003 لابوغيفيسيل دارت واحد القفزة نوعية انها خدات واحد لو بخي سلف قرض صندوق النقد الدولي وخصها تولى ريسيرش سيونتيفيك بيغمون على ريسيرش سيونتيفيك حتى ولات لا بوغيزيتود هي خامس دولة من حيث التسجيل ديال براءات الاختراع لو ديبو دو بريفي دانفونسيون في لي ستاتزوني من اجل استغلال السمع ولات خامس دولة تصوروا هاد الطفرة هاد لو سوق في الوقت اللي في 2003 تسعة ديال أكبر الدول العربية سجلوا 870 بروفي دانفونسيون لا كوغي دو سيد وحدها سجلت 16000 زائد تسعة ديال الدول العربية زائد 328 ولا 370 الدولة اللي سميتها لا كوغي دو سيد في الوقت اللي عندنا التاريخ ديالنا رائع تخيلوا أن الدولة ديالنا هذا الاسلام ديالنا الرائع خلاو الجدود ديالنا فلوس ووقف غير باش هذوك القيطات الضاله ولا حاجه من دوك الحمير والبغال اللي ما بقاش فيهم الدبنه يدوا لهم واحد المجموعه ديال الاسطبلات يدوشوا لهم ويوكلوهم حتى في المجتمعات ديالنا في التاريخ ديالنا راه هاد الحيوانات عندهم قيمه على الانسان العربي اللي راه نشوفوا الان الثورات اللي في الوقت الحشر الرئيسي يقول لك راه عنده 70 مليار دولار في الابناء في الوقت اللي الشعوب ديالنا كتعيش في الاكواخ وتعيش في المستنقعات. لونتيكال كيلي لونتيكال
حنا كنقولوا عندنا بزاف ديال الاساتذه الجامعيين وعندنا بزاف ديال لي زانجينيور فوفوي بلي ان الدول العربيه يلا عندها 300 شيرشور باغ مليون. هاد 300 شيرشور مدخلين فيها الاساتذه والطلبه الباحثين في الوقت لان الدول المتقدمه عندها 3000 فاكتور دو 10. الوقت اللي نتكلم على 3000 امريكا الدوله الاولى في العالم عندها 4000. دونك فوايي هاد لو نوم وهاد لي شيف. في المغرب ديالنا الحبيب هاد لي داتا 2007 كتعدى تقريبا شي 8000 اونسينيون شيرشور. الاغلبيه ديال هاد 75% سون دي اونسينيون شيرشور ديال لونيفرسيتي. Ils produisaient donc en 2007 chez 1568 articles, plus de la moitié réalisés par 300 chercheurs. Plus de 9000 chercheurs, il y a 300 ou 700 personnes qui font la production scientifique au Maroc. Plus de 80000 entre les doctorants et les doctorants. Quel est le résultat de l'étude? Il y a 300000 ما بين الاستاذ وما بين الباحث. 13 بروفي دانفونسيون اون 2003، 12 اون 2004 سور 10 ans. يلا 24 بروفي دانفونسيون a été déposé par 24 laboratoires sur le royaume كامل. اين المشكله؟ دونك سبعه ديال لي شيرشور برودويس اون سول بوبليكاسيون، ان سول بابيي في العام. سبعه ديال الناس اللي كيلبسوا الكوستيمات كيلبسوا التجين والاخوات اللي كيقراو في الجامعه يلبسوا الجلالب ولا لونسون، راه سبعه بوغ برودويغ ان سول بابي ان سول ارتيكل سيونتيفيك. اذا اين الخلل؟ الخلل ديالنا في نظام الترقيات، في المنظومه التربويه، في القلب اللي ما عندش اللي عند الناس. حنا ما عندناش غير على البلاد ديالنا، ما عندناش احساس. للاسف حنا عندنا ولا الجامعي طالب او استاذ في الجامعه لا يقرا. راه كيجي عندنا ذاك السيد اللي كان مكلف بلي ميست، وكنا في الوقت العام الماضي او العام قبل الماضي الجامعه ديال مراكش اعطيني شارجي 20000 دونك 20000 بي دي اف مع السيونس ديريكت. يلا وجدة عطينا شارجي 3000 في العام كامل. كاع لي شيرشور لي زونسيشور لي زونسيون شيرشور لي زون تيليشارجي 3000 بي دي اف على السانس ديريكت. اذا نحن ام لا تقرا، واخا اول كلمه نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم اقرا، للاسف نحن لا نقرا. واي واحد تعطيه واحد الدوكيمون يقراه ما كيقراش. كان معنا شي اساتذه كنزيد السميات ديالهم، كان ابخي اكسبتاسيون ديفينيتيف كيسقطن واحد البروف واحد البرهان. بروف هو برهان باش دير لا ديغنيغ كوريكسيون لي ديغنيغ غوتوش. كتصيفط لواحد تقول له لا خليك قرا راه فيه السميه ديالك، ويقول لك انت فيك الخير انت فيك البركه درت كل شيء. فهمت يعني كان انا كنحرق واحد الانسان ميت بحال شي ناس كيقول واحد الحمار بيض. للاسف سامبلس، ولكن الحقيقه هي هاد الستاتيستيك الاخرى اللي كتقول بان متوسط القراءه في العالم العربي يساوي 6 ديال الدقائق في السنه. نعم هادشي راه يؤلم بلا فيغيتي بلاس، ولكن الحقيقه نجد بان 12000 دقيقه في السنه للانسان الغربي. في الوقت اللي العالم العربي يصدر حوالي 1650 كتاب سنويا، نجد ان في الدول الغربيه وبالخصوص امريكا تصدر ما يقارب 85000 كتاب سنويا. دونك لي شيف سون فرام. انفاق الدول على البحث العلمي حسب الناتج الخام، اليابان تنفق 3.9% في المئة، السويد 4.2%، اسرائيل 4.75%، تونس
0.6 المغرب 0.79 المهم 1% في الوقت الذي نجد أن المال يخبر على موازين وعلى الرأي بالملايين بالملايين الباحث الغربي باش يمشي حدا الكونغري ولا واحد الطالب باش يديري لي بابي ديالو ما كيلقاهاش هذا الكامونبير ديال لا برودكسيون سيونتيفيك ديال لا برودكسيون سيونتيفيك و نيفو ديال لي زارتيك دول اوروبيه 37% لي ستاسيوني 34% الشرق ديال اسيا اليابان كوريا الجنوبيه الصين 21% الهند 1.2% إسرائيل 1.3% مصر أم الدنيا 0.3% أكثر من 1000 نشرة في المغرب أي 0.067 يعني 0.1 طلعوا ديك ماجور اون فا ماجوري دونك 0.1% إذا نتكلم عن صناعة النجاح عند الدول الغربية حنا خصنا نفتخر بأننا نديرو صناعة ديال التخلف وصناعة الفشل في الوقت اللي هاد المجازات كاملين حنا كنشوفو الحالة غير واحد المجموعة ديال الكراسة دارهم هنايا كنشوفو واحد المجموعة ديال الوليدات ديالنا والبنات ديالنا ديكونيكتين على العالم عايشين في حوايج بحال أخرين ويبقى الأمل الأمل مثال صيني يقول لك بدل أن تلعى الظلمات اشعل شمعة وهذا الإكسبوزي ديالي كله مليء بالشموع أنتم هم شموع بل شموس الدنيا إن شاء الله عز وجل كيما الفكرة الاستجابي كيشوف هذه الوجوه الرائعة كنفرح كتزيدني في العمر ديالي الله يطول في عمرك التقيت بواحد فرنسي في 95 في اكادير كانت عندنا واحد الوركشوب حول لي زالياج ديال لاسي والكوروزيون فقال لي واحد البروفيرب قال لي سيل بيكيني في خيط بار افونس للاسف عندنا في الجامعه ديال وجده عندنا واحد الطاقات بحال سي جابري بحالي بحال واحد المجموعه ديال لي كومبيتونس كبار ولكن للاسف اني خيط بار لان الا ما كتبش ما غاديش تعبر على راسك ما غاديش تعرفك العالم Donc pour écrire, il faut beaucoup lire et il faut essayer donc de dresser le chemin ou de chercher le chemin dans le monde de la dromade. Cette dérasse, mais c'est ma petite bibliométrie, elle est basée sur le scopus où il est Tihad Maghreb Arabe. Cet article est publié dans le journal d'Ali. ديال لونيفرسيتي دي وجده جورنال اوف ماتيريالز اند انفايرمنتال ساينس راه دار في 2010 2011 راهي الحمد لله واحد المجموعه ديال الداتابيز خداتو وراهي كوفر يعني الان راهي لي بسيتي نوتخ جورنال نوزارتي تعمدت باش انا ندير الخريطه ديال المغربيه والصحرائيه نتمنى الله باش يجمع الشمل ديال ديال المغرب العربي، المغرب العربي بدا في 89 في مراكش ولكن لا زال مريضا، هادو هما لي دوني لا برودكسيون سيونتيفيك سيغ لي 14 عام دوبوي 1996 جيسكو 2009 ابارتيغ دونك ديال لي داتا ديال سكوبوس لالجيري ابوبليي 14436 لو ماروك 18200 اي لا تونيزي 22100 دونك اسافوار دونك لا بوبيلاسيون Maroc et Algérie, donc à peu près 33 millions et quelques. Et la Tunisie, c'est le 1 tiers. Voilà le bagage de la production scientifique, le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Ce qui est envers, c'est la Tunisie. L'Algérie, c'est le rouge. Le Maroc, c'est le noir. Et vous voyez donc, c'est le 1000, 2000, 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
بعد تونسي اخترقت ديك لا باك ديالنا ديك لا كوب ديالنا وفي 2005 الجزائر ولات بحال المغرب ودازتنا هذا لا برودكسيون سيونتيفيك بروت كي كنقسمو على مليون ديال الساكنه غادي تشوفوا لكم كيفاش كاين شوفوا بلد ديال 10 ديال المليون 11 مليون رغم ان بلادها لا برودكسيون سيونتيفيك ديال تونس باينه الى تري كلير الى ماركي في هذا الداتابيز الوغ كو لو ماروك اي الجيري راه متعنقين بحال راه متعنقا هاد لا فرونتيير ديال المسلمه اللي تسمتها جبران اي سي دومان الطامة الكبرى بوكوا جي اكارتي الى موريتاني الى ليبي في هاد سكوبوس شفت واحد السقلة وتطشت بها لما لقيت بان ليبي لانها فقط في هذا الرباط العام عندها 130 بيوميكاس عاد عرفت علاش قال زنكازي موريتانيا دولة شابة انحصرت على المغرب لاخطاء تاريخية هذا 235 خرج عن التاريخ بما ان المغرب العربي الماروك بلوس الجيري بلوس لاتينيزي سي ابري 80 مليون ليجيبت هي عندها 80 مليون جي كومباري لا برودكسيون سيونتيفيك ديال الماروك بلوس الجيري بلوس لاتينيزي دونك لو ماغريب ا ليجيبت وجي كومباري l'ensemble par rapport à la France. Et vous voyez donc le Maroc, le Maghreb, c'est à peu près donc l'Égypte, où il y a un facteur de risque, il y a une cassure, et là que je vous parle donc de la France, c'est plus de 80 000 dans les années récentes, c'est plus de 80 000 publications par an, et vous voyez donc qu'il y a vraiment, donc les nombres sont parlants. للأسف في الوقت اللي في هذا 14 عام كامل ليجيبت إلى المغرب أبوبلي أبوبري 55,000 بابيي لا فرنسا أبوبلي بريس 1 مليون دارتيكل وإسرائيل بلد غير مستقل أبوبلي 200,000 بوبيلاسيون avec 5 مليون دي بوبيلاسيون إسرائيل رغم لا استقرار ديالها 5 ديال المليون يالله يزن ببليه 200,000 alors que le grand Maghreb 550,000 publications. هذا الرقم ريسنت دابا في الوقت اللي بدنا الاول دوبوي 2000 جوسكا 2009 انا هو الوقت الاول اذا دخلنا 2009 استساسي استاذ ديالنا ديال الشيمي اورغانيك ديال الرباط واحترمه واقبل راسه غير في 2010 الى بيبلي 55 بيبليكاسيون دونك هو لو بروميي هو لو بروميي افيك 157 بيبليكاسيون حموتي الوقت بين ايديكم دونك 140 كيلكو ارتيكل اللي فون فونيغ باغ لا سويت كاين المتجدد ديال تريتمون ديماج qui est le vice-président de l'Institut Chkiri de la faculté des sciences de l'Urbat et moi, je suis le doyen de la faculté de médecine hein? كل استاذ كل باحث عنده الرقم ديالو بحال ميسي هنا شنو الرقم ديال الباحث وهو الانديس اش اتش اندكس كل باحث كي كتدخل في داتا بيس سواء في واحد في سكوبوس سواء في سي فاندر سواء في واحد البروغرام سماوه بيبليش اور بيبليش يعني بيبليي ولا سيرت هذا كي كتدخل فيه الباحث كيعطيك الاش اتش اندكس ديالو يعني كل استاذ راه عنده الاش اندكس ديالو انا جو جو فو دون ليكزامبل ديال واحد لو جون حضرته في لابيليتاسيون راه يقري في الشتيده راه تبارك الله عليه اونكور جون 30 اون الى 80 بوبليكاسيون
وعندو لاش اندكس اي سي راه 30 ولكن هذا هنا راه 29 ولكن دابا طلع ال 31 ولا 32 كومون كالكول طون هاد لو اش لا 10 اش هو واحد الانسان عنده واحد ان نومبر ان نومبر دو دو بابيي و فليسيتاسيون في لي زارتيكل على شان انترناسيونال كي لو نومبر دو سيتاسيون هذا راه عنده هنايا دونك عنده 64 بوبليكاسيون هذا لو شيما عنده واحد الارتيكل لي سيتي 200 فوا و الدوزيام ارتيكل 195 ايتترا ايتترا دونك لوغسكو اكس اي ايغال ا ايغريك هذاك هو لاش C'est-à-dire qu'il y a au moins 29 papiers qui sont cités au moins 29 fois. C'est la H, l'indice H, c'est tout le monde. D'abord, tout le monde veut dire que vous avez un microscopiste et que vous voyez ce qu'il y a dans le marché international de la recherche. Et c'est la base qui est appelée le Fadahi, le Fadahi, le Fadahi. Le temps de la page de l'Hadra, قد ديال لاغياليزيسيون بحال الوقت تهضروا على لاغياليزيسيون ديال لونتربرونيغ راه بحال هكا لاغياليزيسيون ديال لافي بيرسونيل وهاد لاغوشاش كنديروها غير كيما حنا كنقولوا دودا ها بوغ لو بليزيغ دو فيغ لاغوشاش حنا كنعرفوا بلي ما كاينش لي با دو بوديستين بوغ لاغوشاش ايسي او ماروك للاسف Je pense qu'on est un peu pris par le temps. Ça va faire un petit peu de temps. C'est le journal qui a été présenté, donc le journal of materials and environmental stress. Alors que je vous le rappelle, dialogue. On est le calendrier, il y a des هذه في هذه الأربع سنوات الأخيرة لما داودوا الكاريكاتير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شي واحد كان يتسارى في إرث جوجل هو يمشي حول المدينة المنورة هو يشوف الجبال القمم ديال الجبال ديال أحد اسم محمد صلى الله عليه وسلم. سي سيغ فو فواي لو دي هنا التالية الميم راه دايرة الحق الله سبحانه وتعالى بغى يعطينا واحد المسير لحبه للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورسم الاسم ديالو الكريم كما كان استجاب لك بين الخط العربي كان الاسم ديال محمد صلى الله عليه وسلم على القمم ديال جبال احد جبال احد اللي كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبال يحبنا ونحبه دوزيام ايماج ديال نفس كذا كتب محمد صلى الله عليه وسلم